يومها صار القمر أكبر عطلة لنا وصار الزغلولي. منتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح ومنتقل فورا لعند كارلا وحديثنا هو حديث الموسم والكستنة. صباح الخير. صباح الخير غادة، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. كستنا كتير 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 موسم. ايه. موسم الكستنا، ونحن اليوم بدنا نشجع بفقرة التغذية انه ناكل كستنا، لانه من الفاكهة طبعا، من عدة فاكهة المغذية جدا وطيبة، ما فينا ابدا نعارض على هالموضوع. بفتكر قليل الاشخاص اللي ما بيحبوا الكستنا. رح نحضر ريبورتاج صغير هيك بخبرنا شوي عن اكثر شو من تاريخ الكستنا، وبعدين انا رح كون عند الشيف بدنا نحضر اشياء كثير طيبه. طبعا نحن بنعرف انه الكستنا بنكلها مشويه، بس نحن رح نعمل هيك بعض الافكار الحلوه انا وشادي. الكستنا هي فاكهة نشوية مغذية، ويمكن هي واحدة من أقدم الأطعمة يلي أكلوها البشر، وعلى عكس الكثير من أطباق عيد الميلاد التقليدية ما كانت أبداً نادرة وغالية. بتعيش شجرة الكستنا بمحيط بري، وممكن يتعدى عمرها 500 سنة. استخدمت تاريخياً كغذاء للبقاء على قيد الحياة. بعيد القديس مارتن كانوا الفقراء يحصلوا على الكستنة كهدية رمزية للحصول على الأكل. الرهبات البنديكتية بتوسكانا بيحضروا البيانو دي ناتالي، وهو حلو ريفة لعيد الميلاد. المسيحيين القدامى بيعتقدوا أنه الكستنة بترمز للعفة، بس على الرغم من هالشي ما في أي رابط مباشر مع عيد الميلاد أو الدين. والهيئة ما في توافق بالآراء حول أيمتى ووين بلشوا الناس بتقليد تحميص الكستنة بفترة الأعياد. وبيقول بعض المؤرخين أنه تحميص الكستنة بيعود للقرن السادس عشر، لما انباعت الكستنة بشوارع روما لأول مرة. والبعض بيقول أنه بداياتها كانت بالبرتغال بيوم عيد القديس مارتن، وبمودانا إيطاليا بعيد القديس سمعان. لانه بيجي. صباح الخير. وينو الشيف؟ انت عم تحكي معي؟ شو اخر كلمه قلتي لي؟ قلت لك بجندو بالبراد. اي اكيد، لانه الوصفه اللي بتعمليها هلا كارلا مش ممكن ناكلها هلا، مثل كيف الكاستر او كمان الجيلو او مثلا ممكن يكون رز بحليب نفس الشيء. طيب تفضلي. لكن بس بالاول شيف، بس لحتى نقول للمشاهدين اللي بخافوا ياكلوا كاستنا انه الكاستنا ما فيها دهن ابدا، هي اكثر شيء ماده نشويه مثل ما بيقولوا، فيها كثير معادن، فيها مغنيسيوم، فيها زنك، فيها فيتامينز. هلا طبعا الفيتامينز اللي فيها بيروحوا على النار، بس كل المعادن بيضلوا موجودين. ورح نفرجي تقريبا قديش بيطلع عنا سعرات حراريه بحوالي 100 جرام من الكستنا، يعني عم بيبينوا معنا كمان يعني 3 يعني حبات او 4 حبات اكثر شوي، يمكن بيطلعوا شيء 4 5 حبات 100 جرام، يعني انه هودي بيطلعوا 60 جرام، يعني بعد بدك يعني بعد بدك شيء حبتين. هلا مش عم نفرجيهم على الهواء، بس فيني احطها بالمايكرويف نفرج المشاهدين كيف ممكن. اكيد يا ريت. هلا مايكرويف شي دقيقتين، يلا ونفرجيهم كم ممكن تكون جاهزه. يعني انت حريقة. بدك تحسب انه عندك حوالي 200 سعره حراريه اللي هن منهم كتار. اوكي، بتقول 200 ل 5 او 6 حصص من الكستنا، بس بيشبعوا يعني وقتها تاكل 5 او 6 كستنا بتاخذها مثل وجبه صغيره وبتشبع منها. انا بدي شي 10. انا 6 بيمشي الحال. غاده كم حبيت كستنا؟ 3. انا ما بعد ما بعد. برافو. سؤال ابدا كارلا مش بمحله. مزبوط. وطبعا ككوليسترول ما في ابدا دهون. أوكي. مثل ما قلنا كثير كثير قليل، وفيه بروتين حوالي الجرامين ونص. هيدا للمعلومات الغذائيه. طيب انا متعجب من شغله وحده اليوم غير انه المعلومات الغذائيه الحلوه تتناها. اول مره بتكتبي بوصفتك زبده،
مظبوط. شو المشكلة؟ ما في زيت بالبلد؟ بطل في زيت يا غالة، بطل في زيت. هو هون اليوم الوصفة الشيف اللي رح نعملها أنا وياك مع الكستنة هو التحلية، مزيج من الكستنة، الشوكولا، الزبدة، برافو عليك، الزبدة والسكر. هلا إذا بدنا نعملها أخف فينا ما نحط زبدة، فيك ما تحطي بالخالص لأنه آخر شيء فينا ندوب الكريم، الكريم دو مارون، دو مارون لوحده مع الشوكولا. مع شو بدك يعني؟ ما نحط زبدة؟ لا فينا نحط زبدة مثل ما بدك. بدك نجرب من دون لأنه زبدة؟ لأنه أنت هلا إيه بس الشغلة إذا بدك تجربي من دون زبدة لازم نكون نحن على جنب دوبنا الشوكولا وبعدين بس تدوب الشوكولا بتخلطي معه انت الكريم دو مارون. طيب هلا اذا كنا بدنا نعملها بهالطريقه خلينا على موضوع الزبده حتى طيب العالم مثلا تنلحي. شوي صغيره طيب لكن نحط شوي صغيره وانا لا. بس بهالوقت بدي فرجي المشاهدين للي ما جاي على باله يقشر ويقص الكستنه. هلا هون الشيف انت قصيتهم بالنص يعني من قصه مشان شو؟ لحتى قبل اذا بدنا نسلقها بنقصها بالنص. ليكي كيف انا بس انت بتعملي فيها زي هيك اوكي بشكل اكس ساعتها هي بس تفتح اذا بنطلع هون ليكي بنشوفهم ليكي بيفتحوا وبيصيروا كمان بطريقه جميله. وانت حطيت لنا بالمايكروويف هلا هلا دقيقتين تنشوف بعد دقيقتين كيف بصير كيف بدهم يتزمروا زمروا هلا بروح لعندهم. واذا ما بدنا ابدا نتسلى بال نحن نقفي ان نقطع فينا نستعمل الكريم مش كريم دو مارون جبت انا البوري دو مارون او المارون المطحون اللي هو ما في بقلبه شيء غير طبعا مي وكسر مطحون ومكتوب عليها هيك نشوف شو مكتوب عليها انا وياك هون مكتوب بوري دو مارون مكتوب شاتين يو او يعني كستنا ومي بس هيدي اللي بنجيبها لانه اذا جبناها جاهزه كريم دو مارون جاهزه بيكون فيها سكر كثير. هلا نحن حطينا كميه قليله من الزبده بنرجع بنذكر مثل ما قال الشيف اذا ما بدنا نستعمل زبده ابدا بندوب الشوكولا بباماري وبعدين بنزيد عليه الكريم دو مارون. ليكي شو عم بعمل انا؟ شغلي كمان سريعة يلي بده يستعمل كمان زبدة حطيت أنا شوية سكر مع كمان الزبدة وحطيت عليهم الشوكولا هلا بلشوا يدوبوا صار عندي هلا أنا الشوكولا دايب ومطعم بالزبدة ومطعم كمان شوي صغيرة بالسكر لأنه الشوكولا اللي استعملناه ما في سكر صحيح إذا جبنا الشوكولا في سكر ساعتها شو بدك بنحط سكر أقل اكزاكتلي هلا عم يدوبوا هون بس يدوبوا هلا فيك تزيدي أنت الكريم رح زيد الكريم دو مارون عليهم طبعا نحن عم نعمل هيك لنشهل فينا كمان نشتري المارون مثل ما جبت لي اياه هون مفقيين وبيكونوا او فروزن او فينا نجيبهم بيكونوا بقلب مرتبين الحبه جاهزه هلا انا خلي نشوف هون اذا فيك كيف واو اوكي انا حطيتهم دقيقتين بليز اذا فيكي هون كمان تعطيني رايك حطي ايدك عليهم انا رح اخذ وحده طلعي ها اوه بجننوا صارت عندنا اياها كمان مستويه خالص خلص جاهزه وفينا نحن نقشرها هلا عادي من دون اي مشكله انتبهي على ايديك السخنين يلي كمان عندنا هيدي الطريقه هلا اللي انت عم تعمليها بدل ما نسلقهم او نشويهم هي طريقه سريعه لحتى كمان وراحت حتى القشره وكمان فينا نعمل كمان هون كمان نفس الشيء اللي عملتيه انت عندك كمان فينا نشويهم بنفس الشيء زدناهم شوي على يعني فينا كمان هودي اللي بنشتريهم هن زيتهم هودي يا كارلا هن زيتهم بس مي وكستنا مي وكستنا كمان وبنطحنهم كمان وبنطحنهم اذا بدنا وفينا نعملهم بهالطريقه كمان شقف بعد كمان بيطلعوا كثير طيبين. انا هون شيف بدي اذكر ما قلت قبل شوي انه الكستنا فيها كثير الياف فيها فايبرز مشان هيك وقتها تاكل اربع او خمس حبات تشبع لانه بهال خمس حبات فيها تقريبا 8 جرام من الالياف تقريبا كانك اكل تفاحتين أو حتى أكثر كأنك أكلت ثلاث تفاحات مشان هيك بنشبع أكثر ولو كانت كمية الكستنة مشان بنصح فيها للأشخاص اللي عندهم سكري لأن ما فيها إنه النشويات بس ما فيها سكر كسكر ولكل الأشخاص اللي عندهم سكري أو كوليسترول دهون بتنصحي فيها بننصح فيها لأنه بس مش كترتها مش كترتها لانه بالنهايه بتجمع سعرات حراريه كثير للي بده يخسر من وزنه بس اذا ما عندنا مشكله وزن ما عليه اذا اكلنا قد ما بدنا كستنا لحد ما نشبع لانه طبعا ممكن تاذي شيء الكستنا ابدا حتى الاشخاص اللي ما بيتحملوا ياخذوا القمح اللي عندهم السيلياك ديزيز عندهم جلوتين سنسيتيفيتي او مثل نوع حساسيه على ماده الجلوتين اللي بالقمح او يلي بالشوفين بنستعمل البوري دو مارون او اذا لقينا ما إذا منلاقي الطحين طحين الكستنة موجود أكيد تنعمل فيه جاتو نعمل فيه أي نوع من مثل طحين الصويا صاروا بيستعملوه صحيح كمان وتعمل فيه جاتو وطعمته كثير طيبة وشكلها بجنن بتعقد هلا بلشوا كمان يدوبوا كمان هالكستنة طلعي كيف وصار عندنا هالخليط هيدا طلعي شوي 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 ونحن
فينا من بعد نحن ما يدوبوا كل هالكستنا اكيد على السخن. انا ماشي اكيد على مهلك النار على مهلي على او جواتي حتى شو حتى ما يحترق عندي الشوكولا. الشوكولا ولازم دائما نكون عم نحركه. بنرجع نعيد بسرعه اذا ما بدنا نحط زبده شو بنعمل؟ بندوب الشوكولا على مهلي وبنضيف عليه مين؟ شوية بيري دو مارو. انا اعطي الكميات بس لحتى الناس اللي جعبالهم يعملوها. اول شيء قلنا نحن لتقريبا كيلو من الكستنا حطينا 150 جرام من الشوكولا النوار احسن بيكون 120 جرام من الزبده و 120 جرام من السكر. اذا ما بدنا نحط زبده ما في مشكل ما بتتاثر ابدا الطعمه بالعكس بتطلع اخف. بقى فينا او نحط شوي مش اكثر من 20 جرام او ما نحط بالمره وندوب الشوكولا على النار. فرجيني على الباماري وفرجينا اول شيء ها نشوفهم بلشوا ينزلوا بهالطريقه هون. اوه بجننوا الكريم. انا رح اعبي بتطلع هي تقريبا مثل الكاسترد او مثل البودينج 100%. نحن هون عملنا هالكميه اكيد الصغيره ما عملنا الكميه اللي قلتي انت عنها. ايه اقل بكثير عملنا ربع الكميه. وانا كمان اذا بتسمحي لي رح اجي اخذ تزين لي حبه كاستنا هيك. اوكي اوه لالا بس هي حبه الكاستنا بتحطوها بس يبرد يعني بس صحيح. يبرد كمان بتحطوها. وهون كمان بدي اقول شيف في طريقه بيعملوا فيها السور بنديكتين الرهبات البنديكتين اللي من زمان مثل ما شفنا بالروبورتاج كانوا يعطوا كثير بيعملوا مزيج بالكستنا بس بيحطوا فيها كستنا. وين عم تحكي هون بلبنان؟ لا مش بلبنان بايطاليا كانوا يعملوها على عيد الميلاد ويوزعوها للعيال الفقيره. الوصفه كثير حلوه فيه بيكون بقلبها كستنا فاكهه مجففه طبعا مع مزيج من الطحين من المكسرات وبتتقدم على شكل بودينج او كيك. كمان طريقه لتحضير الكستنا مع الكستنا بننهي اليوم بس نحن ناطرنا كمان نهار مع البيوش ونهار مع البانيتوني والجنجر احنا جنجر كوكيز كمان لا بلشنا سري عيد الميلاد حبيتي هيدي هون الشوكولا مع الكستنا لك غادة. انا بس قبل ما ننهي بدي اذكر المشاهدين او بدي اخبر المشاهدين انه رح يكون في عنا مثل نوع مسابقه خاصه لعيد الميلاد. كل الاشياء اللي عم بعملها مع الشيف شادي مع المعلومات اللي عم بعطيها لازم يركزوا عليها كثير. مش رح اقول شو المسابقه بس جربوا قد ما فيكم احضرونا لان رح يكون في عنا اسئله خلال الشهر لها علاقة بالأشياء اللي عم بعملها حول عيد الميلاد بالنسبة للكستنا أو غير مواضيع في أخرى. أسئلة هلأ ما في هدايا؟ في هدايا مشان هيك لازم ينتبهوا يلي ما حضرنا هلأ يحضرنا على اليوتيوب أو السحر فهمنا أنه خلص الوقت فهمنا أوكي خلص سكتنا ماشي لكم رح ناخذ بريك وخليكم معنا لنتين. كون تعرف الله التغمق بالله بيعطيك سيطرة على معرفة كل شيء من الحشيش الصغير للوطن للسياسة بحيث الله هو الكائن الأسمى وكل شيء بدنا نشتغل فيه بالعالم إن كنا بدنا نخلق كائن صغير اسمه العلبي أو اسمه المدرسة أو اسمه الحكومة هذا كائن. لما بنعرف الكائن العظيم اللي اسمه الله منصير نتقن هالكائن الصغير.